طيب صباح الخير، ازيكم؟ عارفين يعني ايه الاتش؟ الفرق ما بين بالظبط الاتش هي الستيب سايز، هي الفرق ما بين الاكسات اللي انت بتاخدها، صح كده؟ كنا قبل كده خدنا النيوميريكال ديفرنشيشن، حد فاكر يعني ايه النيوميريكال ديفرنشيشن؟ خدناه في اول سيكشن. يعني ايه بتعمل ديريفيتيف؟ يعني بتحسب ايه؟ سلوب، صح كده؟ هو الفرق ما بين نقطتين في الواي على نقطتين في ايه؟ في الاكس. كده خلصت شرح، حلو بقى ده بجد، هو كده السكشن خلص. بص على الجدول ونحل الاسئله، مفيش حاجه اكتر من كده. طيب هي الفورمولاز دي كلها جايه منين؟ كلها جايه من التيلر اكسبانشن. مسكوا تيلر وقعدوا يفكوا الفكه بتاع التيلر وابتدوا يقربوا الترمات. عندنا هم دول اربع جداول وفي جدول خامس الصراحه كسلت اكتبه لكم، مش مهم يعني، هنحل بالاربعه دول هيكفونا يعني ان شاء الله. طيب من الاخر يعني هي الجداول كلها، هنبص على حاجه بس هي معلومه ممكن تكون جديده بالنسبه لكم. انتوا ما خدتوش الجوريزمات صح؟ خدتوش ماده الجوريزم؟ طيب في حاجه اسمها البيج او نوتيشن، دي هشرحها لكم لو انتوا مش مجمعينها قوي، هنحاول نشرحها يعني ببساطه كده. طيب كل ما في الموضوع هي الجداول، الجداول عنده حاجه اسمها السنترال والنون سنترال. طيب ايه السنترال ديفرنس ده؟ سنترال ديفرنس ان انت عندك نقطه، لو انت عايز تحسب الديريفيتيف عند نقطه، سي مثلا عند النقطه دي، هي دي هي بالنسبه لك اللي انت عايز تحسب عندها اف داش اوف اكس، صح كده؟ طيب كان ببساطه لو فاكرين كان ممكن تقول ان انا هاخد النقطه دي، مظبوط كده لو حد فاكر، واحسب فرق ايه؟ فرق الوايات على فرق الاكسات، دي تحت فرق الاكسات صح كده، واللي فوق دول هم فرق مين؟ الواي. طيب دي كنا بنسميها فورورد، عارفين ليه فورورد صح؟ عشان باخد النقطه اللي بعدي. يعني ايه النقطه اللي بعدي؟ هتلاقوها هنا في الفيرست نون سنترال. بصوا كده على الفورمولا دي، هي انتوا فاهمين ان دي كوفيشن صح؟ يعني عندك ان اتش اف داش اوف اكس بتساوي مين؟ حد عارف؟ نيجاتيف اوف اكس. ايوه يعني هي عباره عن اف اوف اكس بلس اتش ماينس مين؟ ماينس اف اوف اكس. لو انت عايز تحسب الاف داش هي اف اوف اكس بلس اتش، يعني النقطه اللي بعدي ناقص النقطه اللي انا واقف فيها اعلى مين؟ على الاتش. هو مين الاتش ده؟ فرق الاكسات صح كده؟ طيب خليني هقول لك من دلوقتي هو احسن حاجه تقلل الاتش دي ولا تكبرها؟ ده كل اسئله الديفرنشيشن لما يقول لك عيد السؤال وكومنت هتلاقي ده تقريبا هو اعاده السؤال بيصغر لك الاتش ويقول لك احسب لي الريليتيف ابروكسيميت ايرور. هيتحسن ولا هيوحش؟ هيتحسن. ليه هيتحسن؟ عشان كل ما تصغر الاتش كل ما بتوصل لحل احسن، تمام كده؟ طيب دي الفورورد، كان في حل تاني ان انا اخد ايه؟ باكورد. يعني انا بحسب الديريفيتيف عند نقطه، احسب مين؟ بنقطه قبلي. حد عارف ايه اللي هو فين دي؟ ده السنترال، ده لو بصيته بصوا كده على ده بلس اتش بلس 2 اتش بلس 3 اتش بلس 4 اتش، يعني ده ماشي في اتجاه ايه؟ فورورد. بصوا كده على الجدول ده فوق، لو الاف اوف اكس هي فين؟ اخر واحده، وكل اللي قبليها هي ايه؟ ماينس اتش ماينس 2 اتش وهكذا. طيب يعني هنا بالباكورد بص كده على الباكورد هتلاقيها هي ان الاف داش اوف اكس هي اف اوف اكس ماينس النقطه اللي قبلها اللي هي الاف اوف اكس ماينس اتش مقسومه على مين؟ على برضو الاتش. ففاهمين هي الجدول بتاعت الفورورد والباكورد جايه منين؟ طيب قال لك بدل فورورد وباكورد في حل دايما احسن. قال لك بدل ما تاخد النقطه فرق النقطتين دول على فرق هنا او فرق الاثنين دول على فرق الاكسات، قال لك الاحسن تاخد السنترال. يعني ايه السنترال؟ يعني تخلي النقطه اللي انت بتحسب عندها الديريفيتيف هي في النص، يبقى بعديها ايه؟ بعديها نقطه وقبلها نقطه. اكتشفوا ان دي احسن حاجه بتحسب الديريفيتيف. طيب فبص كده هتلاقي عندك هنا ان الاف داش اوف اكس هي عباره عن مين؟ النقطه اللي بعدي ناقص النقطه اللي قبلي مقسوم على كام؟ طبعا فاهمين ليه 2 اتش صح؟ عشان هي بالظبط المسافات في الاكس دي. اقدر اشرحها لكم في الفيرست اوردر ديريفيتيف. احنا خلصنا الفيرست اوردر، سنترال فورورد باكورد، حد عنده مشكله فيهم؟ طيب هتلاقي بنفس الطريقه ممكن تحسب مين؟ الاف دبل داش والاف تريبل داش، الثيرد ديريفيتيف والفورس ديريفيتيف. بس طبعا لو هتبص هتلاقي ان انت كل مره بتستخدم مش نقطتين بقى، ابتدى هنا يستخدم ثلاث نقط، هنا ابتدى يستخدم هما خمسه، بس هي في واحده الكوفيشن بتاعها بزيرو، هتلاقي دي هي دي بس ما بقتش بزيرو. طيب خليني بس هتكلم في حاجه،
ايه اللي يبين ان السنترال احسن. في حاجه بس اللي هي عايزين اشرح لكم الاوردر بعد كده نروح نجيب. هي الموضوع كله ما في الموضوع بعد كده هي الجداول دي. هقول لك عايز احسب الفيرست اوردر ديريفت يوزنج السنترال ديفرنس. هتبص على مين في الخمس جداول اللي هتستخدمه وتجيب الكوفيشنت وتجيب الارقام من هنا وتعوض. ما فيهوش اكتر من كده. الديفرنسيشن على فكره من اسهل الاسئله كتابه في نيوميريكال، لان هو بالظبط انت بتكتب نقطه، بتكتب ايكويشن واحده تعوض تجيب نقطه، ما فيهاش ايتريشنز وما فيهاش وجع دماغ قوي. طيب لو بصيتوا هتلاقوا ده اوردر ايه؟ اتش سكوير ده اوردر اتش، ده اوردر اتش. دول اللي هما السكند نون سنترال والسكند سنتر. السكند نون سنترال فيه ليه جدولين، ده اللي هو بتاع الفورورد وليه واحد تاني باكورد، تمام كده. ده هتلاقوه برضو اوردر ايه؟ اتش سكوير. طيب ايه موضوع الاوردر ده؟ انا قلت لك ان السنترال احسن صح كده؟ هتلاقي ان الاوردر بتاعه هو ايه؟ اتش سكوير، مع ان الاوحش هما الاوردر بتاعهم ايه؟ اتش. يعني ايه بيج او نوتيشن دي؟ بيج او نوتيشن دي يعني انا بقول ان غالبا الايرور بتاع الاوردر بتاعي في حدود اتش باور 2 او حدود اتش. طيب يعني ايه؟ هو انت الايرور لو كبر هيبقى احسن ولا لو صغر هيبقى احسن؟ طيب هو لو حاجه ربعتها احسن هتجيب لك رقم اكبر ولا باور 1 اكبر؟ بالظبط ده اللي انا كنت مستنيه منكم. لو الاتش ده رقم اكبر من واحد، الاتش ده رقم كبير، كبرت الباور بتاعه فالرقم ده هيعمل ايه؟ هيكبر. لكن لو الاتش بتاعك هو رقم صغير، هو منطقي لما انت بتاخد ستيب سايز، بتاخد ستيب سايز كبير ولا ستيب سايز صغير؟ صغير. فبالظبط لو انت صغرت خالص الاتش بتاعك بقى رقم، الاتش ده بيبقى ممكن نص، بيبقى ربع، بيبقى رقم 10 تو ذا باور نيجاتيف رقم. لو خدت الباور 2 بتاعه اكيد هيبقى اصغر من الباور 1. فاهمين الحته دي؟ طيب ده بيقول لي غالبا الاوردر بتاع الايرور بيكون في حته معينه. يعني ايه؟ يعني لو انت استخدمت ستيب سايز خلينا نقول 10 تو ذا باور نيجاتيف 2، حد عارف يعني الاوردر بتاع الايرور بتاعي يبقى في كام؟ فحوالين ال 10 تو ذا باور نيجاتيف 2. يعني ايه حواليه؟ الاوردر اتش ده بقول ان انا يعني عندي الايرور هيكون اصغر من سي في اتش. مين السي ده؟ السي ده من الاخر بيكون اي رقم كونستانت بس مفروض اصغر بكتير من يعني مش اصغر من الاتش. يعني مثلا لو الاتش ده 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 فوارد الايرور تلاقيه 2 في 10 تو ذا باور ناقص 2، او وارد تلاقيه 20 حتى في 10 تو ذا باور ناقص 2. هو رقم مفروض ما ياثرش قوي في العمليه، حتى لو هو 20 لو 5 لو 6 هو رقم كونستانت. يعني من الاخر لما بقول 2 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 يعني وارد تلاقي الايرور في انهي رقم؟ فاهمين؟ هتلاقيه وارد تلاقيه في تاني رقم بعد العلامه. لكن هنا لما تعمل 10 تو ذا باور نيجاتيف 2 تو ذا باور الاتش سكوير بتاعها هتلاقيه 10 تو ذا باور حتى لو هو 4. ففاهم هنا الايرور هتلاقيه في انهي ديجيت؟ في ثالث او رابع ديجيت بعد العلامه. لكن هنا هتلاقيه فين؟ فبيقول لي تقريبا ان الايرور هلاقيه في انهي رقم بعد العلامه. طيب خلصنا من الجداول دي، تعالوا نبص على السؤال ده. اول سؤال هنا مدي لك بيقول لك احسب لي الاف داش عند 1.5 باستخدام السنترال ديفرنس. هي كل الفكره ان انت تختار جدول من الخمسه اللي هتشتغل عليه. مين في دول هو السنترال ديفرنس؟ اول واحد. طيب عايزين نحسب مين؟ الاف داش. قول لي كده هو الاف داش عند 1.5 يعني المفروض استخدم انهي فورمولا في دول؟ اول واحده. طيب يعني انا كده المفروض هقول ان انا عندي الاف داش عند 1.5 هي بتساوي مين؟ قولوا لي كده الفورمولا. سالب 1 هي عبارة عن، لا خلينا نكتبها بالإفات بعد كده التعويض، انتوا كده كده تعرفوا تعوضوا. الإف داش عند 1.5 طبعا لازم في الامتحان، لازم في السؤال ده يقول لك ايه؟ الاتش بتاعتك، في الاتش بتاعتي بكام؟ 0.4. طيب يبقى المفروض هنا الإف داش وفي اكس هي عبارة عن مين؟ يقول لي كده الفورمولا الأول نكتبها بعد كده نعوض دي. الإف داش عند اكس هي عبارة عن مين؟ اف اوف اكس بلس اتش ماينس f of x minus h مقسومة على 2h. دي انتوا رحتوا جبتوها من هنا، هي باينة اهي. f of x plus h minus f of x minus h وبتقسم على ال 2h دي. طيب الكلام ده لما اجي اعوض بال 1.5 وال h بتاعتي 0.4، انا طبعا مش ههتم قوي النهارده نقعد نكتب ارقام، بس هنكتب ارقام بس على الايرور هبقى انقلها لكم انا يعني. بس انت طيب قول لي كده ال f داش عند 1.5 هي ال f of مين بقى؟
انا مش عايز نعوض بالارقام بس نبقى عارفين هو احنا المفروض هنشيل ونحط مين. مين الاكس بلس اتش؟ هي الاكس بتاعتك بكام؟ 1.5 والاتش بكام؟ يعني دي هي اف بكام؟ 1.9. يعني هتروح تجيب من الجدول مين؟ فاهمين الفكره؟ هتاخد الرقم ده ماينس مين بقى؟ اف اوف اكس ماينس اتش. من الاخر هو الواحد ونص ده هو مره 0.4 بلس ومره 0.48 ماينس، يعني ده ماينس اف اوف 1.1 تقسم على مين؟ على 2 في 0.4. طبعا ده هتحسبه وتجيب الرقم. طيب هنا بيقول لك الاتش، لا هو عايز يحل نفس السؤال ايه بس قال لك خلي الاتش ب 0.2. قول لي كده على طول الاف داش بتاعت 1.5 تبقى بكام؟ اف اوف كام؟ 1.7 ماينس اف عند 1.3 وتقسم على 2 اتش برضه، يعني 2 في 0.2. طبعا بيقول لك احسب لي الريلاتيف ابروكسيميت ايرور از برسنتج. هحسبه ازاي؟ تمام، هو مين المور اكوريت؟ مين البريزنت فاليو؟ مين الاحسن؟ هو عند الاتش ب 0.2 ولا عند الاتش ب 0.4؟ اكيد اللي انا جايبه الجديد ده هو احسن من اللي فات، فهتعمل الجديد ناقص القديم تقسم على الجديد وتجيب الايرور. طيب بيقول لك هنا احسب لي الاف دبل داش بتاعت 1.5، قولوا لي كده ايه؟ بصوا على الفورمولا وعلى طول تعالوا نعوض بالارقام، قولوا لي كده على الفورمولا بتاعتها باستخدام برضو السنترال ديفرنس. هو كان سؤال سي كان بيقول لك باين عيد السؤالين اللي فاتوا ولا كان بيقول لك ايه؟ ريبيت البريفيوس، يبقى عايز يحسبه مره بالاتش 0.4 ومره بالاتش 0.2. تعالوا كده مره باستخدام الاتش 0.4 قولوا لي كده الاف دبل داش بتاعت 1.5 تبقى ايه؟ لو بصيتوا على الفورمولا كده هتلاقوها هي اف اكس بلس اتش ناقص 2 اف اوف اكس زائد اف اوف اكس ماينس اتش وتقسم على اتش سكوير. لو لاحظتوا هي الفورمولا اللي قبليها نفس الحاجات، بس اللي هتزوده عندك هو مين؟ ماينس 2 اف اوف اكس، وده بدل ما كان ماينس هيقلب بلس وتقسم على اتش سكوير. يعني من الاخر هنا هنعملها عند الاتش 0.4 هتلاقي هي عباره عن اف 1.9 صح كده ناقص 2 الاف. المفروض الكلام ده انتوا بتقولوه بقى عشان الموضوع ما يبقاش ممل بزياده. هي دي ال 1.9 اللي هي الاف اوف اكس بلس اتش ناقص 2 الفانكشن عند 1.5 زائد 1.1 واقسم على اتش سكوير اللي هي 0.4 باور 2. عارفين بالاتش 0.2 هتبقى كام صح كده؟ مش هحسبها فاكر، انتوا بقيتوا عارفين. طيب في حاجه اسمها ريتشاردسون. ريتشاردسون ده قال لك دلوقتي انت بتجيب فاليوز باستخدام الاتش سكوير. قال لك انا ممكن استخدم الفاليوز اللي انت بتجيبها بالاتش سكوير عشان اروح اجيب لك اوردر اوف ايرور اتش 4. بصوا كده في الجداول اللي انا كاتبها لك، في اي واحد من دول هو اوردر اتش 4؟ لا. هو سؤال اوردر اتش 4 احسن ولا اتش سكوير احسن ولا اتش باور 1 احسن؟ اكيد اتش تو ذا باور 4 احسن. يعني ريتشاردسون ده قال لك انا هجيب لك اوردر اوف ايرور احسن من الباقيين. طب هل هو طريقه ريتشاردسون؟ لا. قال لك كل ما في الموضوع انا هستخدم الفاليوز اللي انت جبتها قبل كده عشان اجيب لك فاليو احسن. طيب هو ريتشاردسون انت خدتوه ليه فورمولا بس اللي هو هي مش دي الطريقة على فكرة، مش ده الفورمولا، يعني الفورمولا بتاعته أكبر من كده، هي ليها إيتريشنز تانية بس الدكتور ادالكوا بس اللي هي الأربعة ناقص واحد على ثلاثة دي. طيب تعالوا كده نكتب الفورمولا بتاعت ريتشاردسون. Thank you.
طيب تعالوا بس كده ناخد طريقه ريتشاردسون. طريقه ريتشاردسون بيقول لك ان انت عندك الجي بتاعتك اللي انت بتحسبها. طيب ريتشاردسون كل اللي بيعمله ان هو بيقول لك الجي، الجي دي اللي هي حساب الجريدينت او حساب الدريفتيف عند الفانكشن الجديد اللي هو بيسميه جي، بيقول لك هو 4 جي اتش 2 ناقص جي اتش 1 على 3. طيب يعني ايه؟ هو بيقول لك انت بتروح تجيب جي عند اتش 2 وجي عند اتش 1. يعني ايه جي؟ جي تاني هما الدريفتيف او الجريدينت. الدريفتيف عند باستخدام اتش 2 ومره تانيه باستخدام اتش 1. بس خد بالك في علاقه ما بين اتش 2 واتش 1، ان اتش 2 بيقول لك هي عباره عن مين؟ نص اتش 1. من الاخر يعني هو عنده، انت حليت السؤال مرتين، مره باستخدام اتش ومره باستخدام اتش على الاثنين، تمام كده؟ فبيبدا يقول ده انت رحت جبت له اف داش وده جبت له اف داش ثانيه. فبيقول لك انت عندك حلين، المفروض انا عارف ان الحل ده احسن من الحل ده، صح كده؟ عشان مستخدم نص الستيب سايز. قال لك طب انا هعرف باستخدام القيمتين اللي انت جايبهم دول احسب لك قيمه ثالثه في النص، او قيمه ثالثه باستخدام القيمتين دول. القيمه الثالثه دي هتكون احسن من ده واحسن كمان من مين؟ من ده. فمن الاخر بصوا كده بيدي ويت اكبر لمين؟ للاتش 2، بيدي ويت اقل للاتش 1. برضه على فكره حاجه هتاخدوا بالكم منها لو كملنا الرول بتاع ريتشاردسون، هو هتلاقي 4 ناقص 1 لو عملت ماينس للكوفيشنتس هتلاقي 4 ماينس 1 بكام؟ ب 3. هتلاقيها هي مقسومه على 3. دي هي دي معناها لو الاثنين اصلا هم نفس الفاليو. حد فاهم يعني هيطلع ايه؟ هيطلع هي هم نفس الفاليو، ما هو ده اللي هو عايزه. طيب فهنا لو هنستخدم ريتشاردسون في الحل، انا كده كتبت لكم الفاليوز. عندنا هنا مره باستخدام الاتش ب 0.4 ومره باستخدام الاتش 0.2. لو انا عايز احسب هنا باستخدام ريتشاردسون مين الاف داش بتاعت 1.5، ها قولوا لي كده. احنا عندنا جبنا اثنين فاليوز باستخدام السنترال ديفرنس باستخدام الاوردر اتش سكوير، عايز استخدمه عشان اجيب اوردر اتش 4. عندي ده اتش 0.2 وده اتش بكام؟ 0.4. قولوا لي كده الفورمولا. ها 4 في مين؟ مين المور اكريت؟ مين الاحسن؟ بال 0.2. يعني دي هي الفاليو الاحسن اللي هضربها في كام؟ في 4 ماينس مين؟ باستخدام الاتش 0.2 اللي هي دي 4.6025، صح كده؟ واقسم على 3. الاوردر اللي جاي لي هنا بتاع الايرور ده اوردر كام؟ ده اوردر اتش باور 4. طبعا انت عملناها للاف داش، المفروض ترجع تعيدها لمين؟ الاف دبل داش اكيد مش هعملها لكم. طيب في سؤال رقم ايه بيقول لك ريبيت بارت بي. بارت بي كان قال لك انت استخدمت اتش 0.4 صح؟ بعد كده استخدمت اتش 0.2. قال لك روح حل لي السؤال بس باتش 0.1. ما عندوش مشكله. اتش 0.1 يعني مفروض الاف داش اوف اكس او الاف داش عند 1.5. حد يقول لي كده تبقى عباره عن مين؟ ها مين البلس اتش ومين الماينس اتش بتاعتك؟ بصوا على الرول اف اوف اكس بلس اتش الاتش 0.1 من بعد الواحد ونص يعني هي كام؟ ايوه هي الاف عند 1.6 ماينس مين؟ 1.4 اقسم على 2 اتش اللي هي 2 في كام؟ في 0.1. بيقول لك احسب وكومنت. تمام، يبقى لازم تروح تحسب مين؟ الريليتيف ابروكسيميت ايرور. احسب ما بين مين ومين؟ ما بين اللي هو الاتش ب 0.1 والاتش ب 0.2. على فكره ممكن يجي يقول لك اعمل ريتشاردسون تاني. ريتشاردسون دلوقتي انت عندك ثلاثه فاليوز اتش 0.4 اتش 0.2 اتش 0.1، تاخد مين؟ تمام، لازم تاخد اثنين. ايه علاقتهم ببعض؟ واحد تكون نص الستيب سايز بتاعت مين؟ بتاعت الثانيه. فبالطريقه دي لو انت هتاخد الاتش 0.1 اللي هو الحل الاحسن، خد معاه بالظبط ال 0.2. طيب هنا بيقول لك احسب الثيرد اوردر ديريفتيف
والفورس اوردر ديريفيتيف باستخدام السنترال ديفرنس باستخدام الاتش بوينت 1. دي بس انا مش هكتبها يعني، انتوا بصوا على الجدول كده، حاولوا كده لو كل واحد معاه ورقه وقلم كده يكتب كده الفورمولا كده بس بتاعتها. بصوا على دي، عايزين نحسب ده باستخدام الجداول اللي هناك. الناس فاهمه الموضوع ماشي ازاي؟ هو كل ما في الموضوع هو جدول، وبتاخد فاليوز من الجدول تعوض بيه. حد عنده مشكله؟ لازم تكون حليت باتنين اتش. لو كان حليت باتش واحده، كان في سؤال هنا ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك احسب باتش بوينت 4، فهي كده يقول لك اعمل ريتشاردسون على طول. ساعتها هتعمل ايه؟ تاخد على طول نص الاتش بتاعت السؤال اللي قبليه وتجيب فاليو جديده وتستخدمها. تمام؟ طبعا ما تروحش تجيب اتنين فاليوز. لو الامتحان اصلا على طول قالك استخدم لي جيب لي، خليني برضو هقولها لك بالمره. حد عارف السؤال ده؟ لو قال لك من الاول خالص كده في السؤال ده ممكن يجي يقول لك كده احسب لي احسن فيرست اوردر ديريفيتيف تعرف تجيبه. يبقى هو لازم باستخدام مين؟ ريتشاردسون. لازم تفكر على طول في ريتشاردسون. طيب دلوقتي ريتشاردسون انت مضطر تاخد اتش تين، صح كده؟ احنا قلنا كل ما نصغر الاتش كل ما يبقى احسن. حسب الجدول، الجدول عندك 1.5، اصغر اتش عندك في الجدول هي مين؟ 0.1. يبقى تحسب بالاتش 0.1. طب تاني احسن اتش 0.2، حتى لو مش تاني احسن اتش، طالما انت خدت الاتش 0.1 يبقى لازم عندك في الجدول تلاقي اتش بوينت كام؟ 0.2، عشان واحده تكون ضعف الثاني. يبقى في الحاله دي انا جبت احسن حل ممكن اجيبه باستخدام ايه؟ ريتشاردسون اكستراپوليشن، وصلت الاوردر اتش 4. الاوردرات بتاعت الايرور بتهيالي ممكن الدكتور يسالكم فيها، يعني لازم تبقى انت عارف الاوردر بتاع الايرور. طيب حد حل الثيرد اوردر ديريفيتيف؟ طيب تعالوا بس نكتب الفورمولا بتاعته. انا مهم بالنسبه لي الفورمولا بتاعته. احنا عارفين ان احنا في الاخر هنقسم على 2 اتش باور 3، صح كده؟ طيب هقسم على 2 اتش 3 يعني 2 في 0.1 تو ذا باور 3. قولوا لي كده فوق فوق. طبعا الفورمولا هتبقى كبيره شويه. عندنا اول حاجه هي اف اوف اكس ماينس 2 اتش مضروبه في ماينس 1. مين اف اكس ماينس 2 اتش دي؟ 1.5 ناقص 2 في 0.1 يعني كام؟ يعني 1.3. فين ال 1.3؟ ماينس اف 1.3. طيب بعد كده هاخد الاثنين دي زائد 2 اف اوف اكس ماينس اتش. مين اف اوف اكس ماينس اتش؟ 1.4. 0 في الاف اوف اكس ناقص 2، يبقى خلاص فاكس ماينس 2 في الاف اوف اكس بلس اتش 1.6 زائد اخر ترم عندك اللي هو مين بقى؟ اف اوف اكس زائد 2 اتش اللي هو اف اوف كام؟ 1.7. فاهمين الفكره؟ المطالب منك في الامتحان تكتب الاول الفورمولا، تعوض بعد كده يعني تكتب الاف عند 1.5، اف عند 1.6، 1.7، تعوض بالارقام وتطلع فاليو في الاخر. محدش يكتب الفاليو على طول كده. تمام؟ لازم تشوف الستبس بتاعتك وانت بتحل السؤال ده. حد ملاحظ حاجه في كل الطرق اللي احنا شغالين بيها دي؟ حد ملاحظ حاجه في الجدول؟ دايما في الجداول بتاعتها هي عباره عن ايه؟ او عندك بنسميها ان هم كلهم ايكوال ديستنس. هي دي دايما الفاينايت ديفرنس. لو انت لاحظت بلس اتش بلس 2 اتش بلس 3 اتش بلس 4 اتش، يبقى لازم ما بين الفاليوز وما بين بعض يكون في ايه؟ ايكوال ديستنس. اقول لك على حاجه برضو على فكره، ممكن يجي لك في الامتحان حاجه كده تلاقي ما بين ال 1.4 وال 1.3 هتلاقيه مزود لك نقطة 1.35. تعمل بيها ايه دي؟ تنفض لها في الامتحان ولا ليها لازمة؟ لأن مش ايكوال ديستنس. أنت بتاخد الاتش بتاعتك، الاتشات لازم تكون اتشات مالها؟ ثابتة. لازم تكون الفرق ما بين النقط وما بينها ما بينها وبين بعضها ثابتة. ساعتها فاكس خالص النقطة دي. بس ممكن استخدمها في ريتشاردسون مثلا. ريتشاردسون هنا لو انت استخدمت الاتش 1.3 مثلا، بص ساعتها هتبقى تقدر تستخدمها. لو نص البوينت 1 هي 0.05 تمام، بس انت عندكش غير نقطه واحده اللي تعرف تستخدمها. في الحاله دي مش تعرف. لو انت مثلا بتحسب عند ال 1.4 فلازم تستخدم طريقه ايه؟ الباكورد. صح؟ او 1.3 او 1.3 تاخد بس الفورورد. دي حاله وحيده تقدر تستخدم فيها النقطه، لكن غير كده ملهاش اي استخدام. طيب
هي الحقيقة الأسئلة اللي جاية ما فيهاش حاجة مختلفة، فنكتب السؤال ونحله مع بعض. حد عايز ده؟ احسن حل يبقى اصغر اتش، ده حاجه احسن حل اصغر اتش، واحسن حل باستخدام ريتشاردسون عشان هو الاوردر بتاعه اتش 4 بالظبط، وبعد كده تاخد ضعفها. ما انت لازم يبقى اللي انت بتاخدها هنا دي اتش 2 صح كده، دي احسن حل اللي هو الاتش 2 اللي هي بوينت 1. لازم تاخد كمان مين؟ اتش 1. اتش 1 ده ايه علاقته باتش 2؟ ضعف الاتش 2، فساعتها لازم تاخد الضعف. طيب هل كل الاسئله هيديك فيها بوينتس؟ لا، كل اسئله مش هيديك فيها بوينتس. انت عشان تحسب بتحسب النيوميريكال ديفرنسيشن، انت ممكن يكون معاك الفانكشن نفسها، يعني معاك هنا بروبلم رقم 2 بيديك صراحه كده ان الاف اوف اكس بتاعتي هي عباره عن اكس تو ذا باور 2 في 2 تو ذا باور اكس. طالما مديك الفانكشن نفسها مش مديك نقط، تتوقع ان هو يسالك على انهي نوع من انواع الايرورز؟ ها هيسالك على مين؟ بالظبط هيسالك على الترو ايرور. فانكشن بتعرف تحسب لها الدريفتيف يبقى تعرف تجيب لها الترو فاليو. طالما بتحسب الترو فاليو وانت بتحسب ابروكسيميشن هيسالك على مين؟ على الترو ايرور. تمام كده؟ طيب هو ليه لو انا معايا الفانكشن، ليه لو انا معايا الفانكشن بنروح ساعات نرجع للنيوميريكال ديفرنشيشن؟ بس عشان بنحاول نفهمكم هو ايه فايده النيوميريكال. ايه فايده النيوميريكال؟ الديفرنشيشن ممكن يبقى صعب جدا ان انت تقعد تحله اناليتيكال، هياخد وقت طويل. انت مستعجل عايز تجيب ايا كان حل مقبول وزين ايرور معين، حاجه عايز تكتبها على الكمبيوتر هو اللي يحلها. كل الكلام ده وارد ان احنا نلاقيه. حاجه تانيه اقول لك عليها عشان نطلع اصلا الفانكشن ده، مش بتبقى حاجه موجوده في الحياه موجوده قوي الا لو انت عندك بتعرف تعمل حاجه اسمها ماثيماتيكال موديلنج. مشاكل الانجينيرنج دايما هي ماثيماتيكال موديلنج. انت عندك بروبلم وبتعرف تجيب لها تكتبها مساله رياضيه، بعد كده تروح تحلها بالرياضه. اغلبيه المسائل في الانجينيرنج ما بنعرفش نعمل لها ماثيماتيكال موديلنج ان انت توصل بالظبط ان اف اوف اكس بتساوي اكس سكوير في 2 تو ذا باور اكس. هي كلها داتا بتجمعها اكسبيرمنتلي او داتا بتجمعها بالطريقه بتجيبها من سنسورز والكلام ده، صعب جدا ان انت توصل في الاخر لفورمولا تجيبها. فالكلام ده بيبقى واخد وقت علشان تقعد تحسب انت تعمل الموديل وتحاول تجيب الفاليوز الصح بتاعت الموديل، بعد كده تعمله ديفرنشيشن صعب. احنا بنجيب نقط وبنشتغل بالنقط دي، ده اغلبيه المسائل المشاكل الهندسيه بتتحل بالشكل ده. طيب هنا f of x equal x square في 2 to the power x، قالك هنا استخدم لي الفيرست نون سنترال. مين الفيرست نون سنترال؟ بس عشان ما تتلخبطش، ده هو الفيرست سنترال صح كده؟ مين الفيرست نون سنترال؟ الفيرست نون سنترال هو مش جدول واحد، هما جدولين عشان في سكند نون سنترال. هو بالظبط ليه فيرجن منه اللي هو الفورورد، وليه الفيرجن الثانيه اللي هو ايه الباكورد. نفس الكلام في السكند نون سنترال، ليه فيرجن فورورد وليه فيرجن اللي احنا كسلنا نعملها اللي هي بتاعه مين، بتاعه الباكورد. طيب من الاخر هي الاسئله بتمشيك على جداول، بس زي ما انت شايف الجداول كلها شبه بعض، كل فكره بس بتروح تجيب ايه كوفيشنتس وتعوض. فالسؤال الثاني كده خلينا نبدا بيه. هنا بيقول لك احسبي الاف داش عند نص باستخدام الفيرست نون سنترال، وبيقول لك استخدم لي الاتش بربع.
السؤال ده لو سابوه لك كده فيرست نون سنترال وسكت، هتحل السؤال مره ولا تحله مرتين؟ لازم تحله مرتين، مره تقوله باستخدام الفورورد وصلت للفاليو بكذا، ومره باستخدام الباكورد وصلت للفاليو بكذا. طيب اقول لكم على نصيحه كده على جنب، هقرا لكم كده السؤال بطريقه غريبه شويه عشان لما يجي لك السؤال ده في الامتحان تنجز نفسك وتجيب النقط مره واحده. هقول لك ليه. اول سؤال مديك الاتش بربع، امشوا معايا بس كده. تاني سؤال احسب الريليتيف ايرور، مفيش مشكله. تالت سؤال الاتش بربع. رابع سؤال احسب الريليتيف ترو ايرور. خامس سؤال قارن ما بين الايرورز. سادس سؤال استخدم الاتش ب 0.125. من الاخر السؤال كله ما فيهوش غير اتشتين، اتش بربع واتش بكام؟ 0.125. كل السؤال هو احسب لي الاف داش عند نص. حد عنده اقتراح نعمله؟ كل السؤال هو اف داش عند نص، او ممكن يكون السكند ريفتيف بتاع الاف داش عند نص. لا هما كلهم اف داش بس. حد عنده اقتراح كنت لسه اقول لكم عليه؟ هي الفكره هنا ان انت ممكن تقعد يعني خلينا نحل. هقول لك واحنا بنحل ليه هقول لك الحاجات دي. اللي انا عايزه في الاخر اللي انت تعمله تستخدم التيبل اللي على الكالكوليتر. ليه؟ تروح تجيب نقط زي السؤال اللي قبليه عشان تجيب النقط مره واحده، ما تقعدش توجع دماغك انك كل مره تروح تعوض بنص، طب عوض بثلاث ارباع، تعوض بربع، فتلاقي نفسك قاعد بتعوض كذا مره بتجيب النقط، فتعوض مره واحده في اول السؤال تجيب كل النقط بتاعتك بعد كده تستخدمهم. فاهمين قصدي؟ يعني بمعنى هنا لو انا عايز احسب الاف داش نص باستخدام الباكورد، وليه كده باستخدام الباكورد؟ هيبقى مين الاف داش في نص؟ ها الاف داش في نص هتبقى باستخدام الباكورد. هي مفروض الباكورد والفورورد والسنترال على الاقل الاف داش ممكن على فكره يجي لك في الامتحان ومفروض تبقى انت حافظهم، هم دول باي ديفينيشن سهلين. باستخدام الباكورد هو مين؟ هو اف اوف اكس بلس اتش اللي هو مين؟ باستخدام الاتش بربع يبقى اف ثلاث ارباع ماينس اف في نص واقسم على على الاتش اللي هي بربع. طيب باستخدام الفورورد ساعات بنختصرها فورورد كده الاف داش في نص. حد عارف هو دي مش باكورد دي فورورد، دي هي نص ناقص ربع، يبقى دي هي الاف ثلاث ارباع. وانا كنت عاملها غلط خالص ولا ايه؟ ماشي اف اوف نص على ربع. لو انت لاحظت انت هنا محتاج تحسب مين؟ لو انت هتعمل جدول عندك فانت عارف على طول ان انت عندك النص لازم تحسب عنده، صح كده؟ محتاج تحسب عند مين كمان؟ بصوا كده الاثنين فاليوز اللي احنا احتاجناهم بالظبط، انت محتاجه تحسبي هنا عند الربع. وانا قصدي اسيب بس الخرم اللي في النص ده هقول لكم ليه. وعندنا هنا الثلاث ارباع، المفروض تروحي تحسبي الثلاثه فاليوز بتوعك دول وتحطيهم في الجدول هنا. ليه؟ عشان هتلاقي نفسك محتاجه تيجي تستخدميهم مثلا في سؤال رقم بي. في سؤال رقم بي بيقول لك، لا سؤال رقم بي لسه، سؤال رقم بي بيقول عايز يحسب الابسوليوت ريليتيف ترو ايرور اس برسنتج، عايز يحسب الاي تي از برسنتج. ازاي نحسبه ده؟ هو ده ترو مش ابروكسيميت، مش تحسبه ما بين الفورورد والباكورد. فاضل دي واجبها تمام. هنا محتاج تروح تفاضل دي الاول وتعوض بالنص وبعد كده تحسب الترو فاليو بتاعتها. طيب هي الترو فاليو حد عارف بكام؟ مين الاف داش اصلا اوف اكس؟ 2 اكس في 2 باور اكس زائد اكس سكوير. ايوه 2 باور اكس في 2 باور اكس في 2 2 مظبوط كده. هي دي الترو فاليو بتاعت الاف داش اوف اكس، المفروض تعوض بكام؟ بالنص، وبعد كده تروح تعمل الترو ماينس الابروكسيميت على الترو تضرب في 100 وتساوي برسنتج. نفس الكلام السؤال ده بالظبط هتحله تاني. انا مش هقعد اكتب لكم ارقام عشان الموضوع ما يبقاش ممل، خلينا ننقل على السؤال اللي بعديه. طيب السؤال اللي بعديه رقم سي بيقول لك احسب لي الاف داش في نص باستخدام ثلاثه ديفرنت فاينايت ديفرنس ابروكسيميشن بس كلهم يكونوا اوردر اتش سكوير. ركزوا كده في السؤال رقم سي عشان سؤال غريب شويه. عايز يحسب الاف داش عند نص باستخدام اتش بربع
ركزوا كده في ده بس كده عشان اقول لك على حاجه. عايز يحسب الاف داش عند نص باستخدام ثلاث طرق، عايز ثلاث طرق يكونوا اوردر اتش سكوير. نعمل ايه؟ ممكن اعملها بالفيرست سنترال ديفرنس. واحده واحده كده فكروا كده. هو واحد انت عندك مين اللي بيجيب اوردر اتش سكوير؟ ماشي، عندك السنترال بيجيب اوردر اتش سكوير فالدنيا تمام. عندك ايه تاني؟ بالظبط. ممكن تاخد الجدولين بتوع السكن تجيب بيهم اوردرين اتش سكوير، او ممكن اخد او ممكن تعمل ايه؟ اخد واحده مثلا من اللور فيرست نان سنترال اعمل لها ريتشارد. صح، ممكن تاخد واحده من الاوردر اتش دول، او تاخد اثنين باستخدام الاوردر اتش وتروح تعوض بيهم في مين؟ في ريتشاردسون اللي احنا كنا عاملينه، اللي هي 4 ناقص 3 ناقص 1 على 3، ده 2 باستخدام 2 اوردر اتش في ريتشاردسون بتوصل للاوردر اتش سكوير. تمام، فكده ممكن نالف مش بس 3 طرق، ده ممكن يبقوا 5. طيب عايزين تعوضوا بالاف ده، شوف نص. تعالوا نعوض كده واحده في النون سنترال. تعالوا نجيب واحده من اللي هو الفيرست نون سنترال دوت. حد كده يقول لي الاف ده شوف نص يبقى عباره عن مين، عشان بس نشوف بقيه النقط اللي احنا محتاجينها. ها بصوا كده على الفورمولا دي، بصوا على دي وقولوا لي هيبقى عباره عن مين. ناقص 3 في الاف اوف اكس، يعني ناقص 3 في اف اوف كام؟ اف اوف نص، زائد 4 في مين؟ اف اوف كام؟ 3 ارباع. صح كده؟ زائد ماينس 1 في مين؟ اف 1. يبقى هتلاقي ان انت هنا في الجدول كمان مضطر تجيب اف اوف كام؟ لو سيبنا حته فاضيه برضو كده وحط جنبها الواحد. تمام كده؟ نقسم على مين بقى؟ هنقسم على 2 اتش، 2 اتش يعني 2 في ربع. دي اول طريقه. نفس الطريقه هتلاقي الجدول اللي شبه ده احنا ما كتبناهوش تعرف تجيب بيه. نفس الطريقه ممكن تستخدم مين؟ تستخدم الفورمولا دي. حد عنده مشكله؟ طيب ركزوا كده معايا في سؤال رقم دي. سؤال رقم دي قال لك احسب الابسوليوت ريليتيف ترو ايرور اس برسنتج. برضو رجع هنا قال لك احسب لي ده. ركزوا معايا كده في حاجه. السؤال رقم دي ده انتوا عارفين خلاص هتحسبوه. انت معاك الترو فاليو وحسبت الابروكسيميت هنا 3 مرات فتعرف تجيب 3 ترو ايرور، مظبوط كده؟ طيب في ايه هنا بيقول لك كومبير ما بين الايرور بتاع بي ودي؟ رايكم مين هيبقى احسن؟ تاني؟ هو في سؤال رقم بي كنا جبنا الايرورز بتاع دول. حد كده يقول لي الاوردر بتاع الايرور هنا هو اوردر ايه؟ اتش، وده اوردر اتش. في كل سؤال رقم سي كلهم اوردر ايه؟ مين احسن؟ وانت مغمض كده هتجيب الايرورز، هتلاقي الايرورز احسن. هيقول لك كومنت، هتقول له ان الكومنت ان باستخدام السكند نون سنترال باستخدام الفيرست سنترال بنجيب اوردر ايه؟ اتش سكوير، اللي هو اكيد هيبقى احسن احسن من الفيرست نون سنترال اللي هو الاوردر بتاع الايرور بتاعه كام؟ اتش. فاهمين الليله؟ هي كلها كل الموضوع انت بتكومنت باستخدام حاجتين على الايرورز. هما مين؟ صغرت الاتش فانت على طول الايرور هيقل، او استخدمت حاجه الاوردر بتاع الاتش بتاعها ايه؟ اكبر. اوردر اتش سكوير، اوردر اتش 4، اوردر اتش 6. كل ما تزود الباور بتاع الاتش كل ما انت بتعمل ايه؟ بتقلل الايرور. فما عندكش غير الكومنتين دول، انا صغرت الاتش فالايرور قل، او زودت الباور بتاع الاتش فالايرور برده ايه؟ فالايرور قل. طيب في سؤال رقم اف بيقول لك عايز يحسب الاف داش عند نص طيب قال لك احسبه لي باوردر اتش سكوير، والاتش بتاعتك تكون ب 0.125. بعد كده قال لك هات لي اوردر اتش 4. انا تاني مش فارق معايا قوي كتابه الارقام، انا بقيت يعني مطمن ان انتوا بتعرفوا تجيبوا الارقام من الجدول وتعوضوا والكلام ده، فانا مش دايس قوي في الحاجات دي عشان ما يبقاش الموضوع ممل. طيب اف ده شوف نص، انا مهم بس بالنسبه لي تعرف تنقي الحاجه اللي هتشتغل بيها. عايز يحسب واحده اوردر اتش سكوير باستخدام اتش ب 0.125. ثاني هو اوردر اتش سكوير تنقي مين؟ اي فيرست سنترال.
تمام. خد بالك من حاجه، هو هنا بيقولك بعد كده هات لي مين اوردر اتش 4. انا بس كل اللي فارق معايا انا عارف ان من دي انت هتروح تعوض باي طريقه من دي او الجدول ده او الجدول الثاني، صح كده؟ كنت جايب دي القيمه دي، انت كنت جايبها فعلا قبل كده، كنت جايبها بس باستخدام هني اتش 0.4 اللي هي بالظبط. انت هنا جبتهم ثلاث مرات بالاتش بربع. نفس الطريقه ممكن تروح هنا تجيبهم بس باتش بكام؟ 0.125. عشان كده في الجدول قلت لك لما تيجي تعمل الجدول من الاخر في الامتحان هي هيجيب لك دايما علاقه الاتشات لازم يكونوا مالتيبل من بعض، فاهمين؟ يعني هيجيب لك 0.125 بعد كده ربع بعد كده نص بعد كده واحد، فلازم يكونوا مضروبين في اتنينات او اتش كبيره وكل واحد مره يقسمها على اتنين. من الاخر نقي اصغر اتش عندك، اصغر اتش عندك في السؤال وروح جنريت مين التيبل. هتروح تجنريت التيبل حوالين النص، حوالين النص يبقى انا عندي هنا 0.375 هنا تزود 6.625 هتلاقي هنا في فاليو ما بين الثلاث ارباع والواحد. من الاخر لو انت جبت الجدول ده تعرف على طول تعوض بالفاليوز. يعني هنا تقدر تجيب باوردر اتش سكوير، اقدر اجيب بثلاث طرق. انهي الثلاث طرق؟ السنترال ديفرنس، صح كده؟ السكند نون سنترال والسكند نون سنترال، واحد باكورد والثاني فورورد. كل دول هيجيبوا لك اوردر اتش سكوير باستخدام الاتش ب 0.125. طب ازاي من اوردر اتش سكوير اروح اجيب اوردر اتش 4؟ ريتشاردسون، صح كده؟ ريتشاردسون عندك هتعمل ايه؟ أربعة في أي طريقة باستخدام اتش بكام؟ 0.125، صح كده؟ ماينس أي واحدة الاتش بتاعها بكام؟ بربع وتقسم على ثلاثة. أي فاليو من دول مع أي فاليو من اللي قبلها؟ طبعًا ممكن تاخد، أنت عندك هيبقى في تسع احتمالات، خد أي حاجة مش هتفرق لأن في الآخر هي أبروكسيميشن، تمام؟ بس طبعًا الأصح إنك تاخد انا انت حسبت لها الترو ايرور او زي ما حسبت، هي زي ما حسبت هنا احسب هنا ماشي، هي ليها معنى ان انت بتستخدم طريقه واحده وانت بتحل، لكن نيوميريكالي مقبول ان انت تاخد اي اتنين فاليوز. لا انا قصدي مثلا لو انا مثلا جيت احسب على الاتش بتساوي 0.125 افترض ان انا حسبتها بالفيرست سنتر ديفرنس مش هتفرق، فاخد مثلا القيمه الثانيه بنفس الطريقه مش هتفرق اصلا. ما هي دي انا اللي بقولها لك من الاخر، ده رقم وده رقم، فمش بس يعني مفروض يعني لو انت بص كده هقول لك على حاجه. انت جيت هنا في سؤال رقم سي سوري سؤال رقم بي ودي انت حسبت الايرور، صح كده؟ علشان تحسب احسن واحده تعمل ايه؟ خد اقل ايرور من بي واقل ايرور من مين؟ هي بي ودي ولا بي وكام؟ ما علينا، او بي واف يعني واحده باقل ايرور هو بتاع 0.125 والثانيه اقل ايرور اللي هو عند النص. ايوه ممكن تجيب ايرور ما بين طريقتين مختلفين، بس من الاخر السؤال في الامتحان مش هيجيب لك طرق كتير غير ما هتحل الطريقه، هيحدد لك الطرق بعد كده. ريتشاردسون ما قالكش يستخدم نفس الحاجه، قالك اهم حاجه ان يكون في علاقه ما بين الاتشتين اللي انت بتحل بيهم. واحده ايه؟ تكون واحده تكون نص الاتش بتاعت الثانيه، هي دي المراجعه. طيب تعالوا كده ناخد بروبلم 3. طيب بروبلم 3 انا مش هقعد احلها برضو معاكم، هقلبها يعني. طيب بصوا انا مش هحل بارقام خلاص، هي السؤال ده بالظبط هياخد مني دقيقتين بس، هنكومنت بس على شويه حاجات كده احنا ماشيين فيه بسرعه.
عشان الموضوع بس مبقاش ممل. طيب هو بيقول لك هنا احسب لي الثيرد اوردر ديريفتيف عند البوينت 1 والبوينت 3 والبوينت 5 باستخدام طريقه كول اوردر اتش سكوير. تستخدم اسهل حاجه هي يمين على طول تروح تستخدم السنترال. اقول لك ليه نصيحتك تستخدم السنترال. السنترال فيها كوفيشنتس اقل من الثانيه. يعني بص هنا هتلاقي الثيرد اوردر ديريفتيف فيها 1 2 3 4. بص كده عليها دول 4 4 نقط بس اللي هتستخدمهم. بص كده هنا عشان تحسب هتلاقي 1 2 3 4 5 حسب الجدول. يعني مثلا 0.2 مش هينفع معاه كله خالص. مش هينفع معاه سنتر بالظبط. ما هي دول الاثنين فاكتور. لو انت عندك اختيارين فالدنيا تمام. لو انت هنا بص كده وقال لنا على حاجه قال لي عند 0.3 ده في نص الجدول صح كده. فممكن استخدم لها ايه سنتر. هو هنا لازم تستخدم لها السنترال عشان تحسب الثيرد اوردر دريفتيف باستخدام السنترال. انت بتاخد ايه نقطتين بعدك فالدنيا تمام. فرض مثلا أربع نقط. طيب هتيجي تحسب عند البوينت 1 والبوينت 5 دول مالهم؟ دول في اطراف الجدول. اطراف الجدول يبقى انت ما عندكش. لو هي حاجه في اول الجدول لازم تستخدم مين؟ فورورد. لو حاجه في اخر الجدول لازم تستخدم باكورد. فما عندكش هنا باوردر اتش سكوير يبقى ولا هينفع تستخدم الفيرست نون سنترال ده ولا الفيرست نون سنترال ده. وما لازم تستخدم مين ده هتستخدمه عشان تحسب عند بوينت 1 صح كده. والجدول اللي احنا مش كاتبينه هتستخدمه عشان تحسب عند النص. فكده اعتبر خلاص ده باستخدام السنترال ديفرنس ده باستخدام السكند نون سنترال بس بنستخدم انهي الفورورد ده السكند نون سنترال وبنستخدم الباكورد. كده خلصت تمام. هنا بيقول لك عايز يحسب الفيرست اوردر ديريفتيف. بيقول لك كده دي اللي كنت بقول لكم عليه. بيقول لك احسب لي الاف داش عند بوينت 1 as accurate as you can. احسن اف داش عند بوينت 1 تعرف تجيبها. ها طيب محتاج تبص هي البوينت 1 موجوده فين. انا بس بقول لكم الحاجات هي. انا مش فارق معايا تجيبوا الارقام من الجدول حتى هتلاقيني هنا مش كاتب لك اصلا الاف اوف اكس. انا فارق معايا بس بتعرف تنقي هي اللي عند بوينت 1 هي موجوده فين. فاول الجدول اول الجدول يبقى انت مضطر تستخدم الجداول بتاعتي تمام. على طول ما تبصش على جدول السنترال ده. على طول ما تبصش على جدول الباكورد. ما فاضلكش غير جدولين هما مين ده الفيرست نون سنترال والسكند نون سنترال. مين اللي بيجيب لك ايرور احسن تمام. ده اوردر اتش لكن ده اوردر اتش سكوير. كده مبدئيا كده انا بعرف اجيب الاف داش عند البوينت 1 هجيبها بالطريقه دي ودي هتجيب لي اوردر ايه اتش سكوير صح كده. طيب ايه احسن اتش ممكن استخدمه؟ 0.1 صح. انت لو بصيت هنا ما عندكش غير بوينت 1 هو اللي بتستخدمه. يعني هنا ممكن اقول ان انا احسن اف داش بوينت 1 هستخدم الاتش بوينت 1 باستخدام السكند نون سنترال فورورد صح كده. طيب كده انا جبت ايرور ايه اوردر اتش سكوير. حد يعرف يجيب اوردر احسن بالظبط؟ تعالى باستخدام ده جبت اوردر اتش سكوير. طب تعالى باستخدام اتش بوينت 2 صح كده مش هي اللي هي ضعف دي. روح جيب برضو باستخدام السكن نون سنترال اللي هو الفورورد جيب برضو اوردر ايه اتش سكوير. بعد كده استخدم الاثنين فاليوز دول عشان اجيب حاجه اوردر كام اتش 4. ازاي هتعملها؟ حد فاكر؟ خلي بالك علشان هتتلخبطوا. مين الطريقه الاحسن؟ مين اللي مديلك فاليو احسن البوينت 1 ولا البوينت 2؟ الاولى. يبقى دي هي اللي هضربها في كام؟ في 4 ودي اللي هضربها سالب 1 في سالب 1 تجمعهم وتقسم على 3. الناس مجمعه كده اللي مطلوب مننا. طيب بيجي في اخر سؤال بيقول لك عند احسب لي الاف داش عند بوينت 3. قالها لك صراحه باستخدام عايز حاجه تكون اوردر اتش 4. هو نفس السؤال اللي قبليه بس بص على الاتش بوينت 3 هي موجوده فين؟ موجوده في نص الجدول. يبقى تستخدم مين؟ استخدم السنترال ديفرنس. حل مرتين مره بالاتش بكام ومره الاتش بكام. اصغر اتش اللي هي بوينت 1 وبعد كده الاتش الثانيه اللي هي بوينت كام بوينت 2. الناس مجمعه كده الديفرنشيشن. الموضوع انا عارف ان هو كان زحمه بس انا حاولت ما اكتبش ارقام علشان الناس ما تسقطش. المفروض بس في سؤال رابع. السؤال الرابع انا مش هحله معاكم اصلا لان المفروض كنا ناخد حاجه اسمها الانتربوليشن. اقول لكم بس هي فكره الطريقه ايه.
احنا كل اللي احنا اشتغلنا عليهم ان هما كل الطريق طرق اللي هما الجداول بتاعت الفاينال ديفرنس دي كنا بنسمي حاجه ان هي ايكو ديستنس. ايكو ديستنس يعني فرق الاكسات كله واحد، صح كده؟ طيب لو الحاجه مش ايكو ديستنس بيجي يقول لك في اوبشن تاني، انت عندك نقط، النقط دي انت ممكن تعملها فيتنج على خط او على كيرف، صح كده؟ او من النقط ممكن اجيب فانكشن اللي هي الانتربوليشن دي، فقالك النقط دي روح اعمل لها انتربوليشن جيب منها كيرف، والكيرف ده هيبقى اف اوف اكس ايكوال حاجه في الاكس، اعرف اعمل له ايه بعد كده؟ ديريكت ديفرنشيشن، تمام؟ بس احنا لسه ما خدناش الانتربوليشن، تمام؟ ف هو السؤال رقم 4 كان معتمد ان احنا خدنا الشيت بتاع الانتربوليشن، فهتلاقوا في طريقه اسمها اللاجرانج دي انتوا ما خدتوهاش اكيد في المحاضره اللي الدكتور اداها لكم اللي هي الدايركت فيت، تمام كده؟ بس الدايركت فيت لازم انا هكتب لكم بس حاجه فيها. الدايركت فيت لو قال لك بتفيت على سكند بولينوميال يعني معناها ان انت عندك كده، بصوا كده انا بس اشرح لكم مبدئيا الطريقه هي ايه. لو انت بتفيت على كيرف من الدرجه الثانيه فانت عندك ايه في اكس سكوير زائد بي اكس زائد سي، كل اللي مطلوب عندك تجيب مين؟ A و B و C. طبعا انت عارف على فكرة ممكن تروح تحسب الـ F داش على طول، حد عارف الـ F داش هنا بكام؟ 2AX زائد B، تعرف تحسب الـ Second Order Derivative؟ هيبقى هو على طول كام؟ 2A، الـ Third Order Derivative بكام؟ بزير. ممكن يجيب لك في الامتحان يحسب لي الـ Third Order Derivative، طبعا انت هتكتب له هو بيساوي صفر، ان بفيت الحاجة اصلا على الـ Second Order. طيب ازاي اجيب الـ A والـ B والـ C دول كام مجهول؟ ثلاثة، محتاج لهم كام معادلة؟ ثلاثة. يبقى انت هيبقى لازم عندك في الامتحان ثلاث نقط ويات وقصادهم تعوض بالاكسات، تروح تحل سيستم عامل كده، تحط الفاليوز بتاعتك A B C بتساوي على الرايت هاند سايد ايه الفاليو، فاهمين ازاي هتجيبها؟ كل واحدة من دول هي نقطة. من الاخر من الاخر يعني شايفين ده؟ ده بتاع مين؟ اكس تربيع، ده بتاع اكس، ده على طول هيبقى بكام؟ ده على طول تروح ترزعه كده بوحايد، فاهم ليه؟ طيب هنا هتحط الفاليو، زي مثلا لو عندك الاكس بواحد وبنص وبربع هيبقى ده هو عباره عن كام؟ لو هي واحد هتبقى واحد سكوير، وهنا واحد هتلاقي بعد كده نص، فهتلاقي ده نص باور اتنين نص، او خلينا نمشيها باربع مثلا، تلات ارباع، وده تلات ارباع، لو ده نص هتلاقوا ده كمان نص باور اتنين. هنا تعوض بالاف الفاليو اللي عندك في الجدول، يعني هنا دي الاف عند واحد، ودي هنا الاف عند تلات ارباع، ودي الاف عند نص. هتروح تحل السيستم 3 في 3 تجيب الاي والبي والسي بتاعتك، يبقى انت خلصت، خلصت تقدر تحسب الدريفت، فاهمين الكلام ده؟ ده لما ناخد الانتربوليشن هناخد تاني الكلام ده، بس هي دي بس عشان الدكتور قالها لكم في المحاضره، تمام؟